مسلسل بدي اتحداكم فيه. شو يعني؟ يعني مسلسل لا يوجد به اخطاء. غريب. مستحيل، لا بيحطوا لنا المسلمين مسلحين وشياطين على خرب الدنيا. لا لا لا، مسلسل معتدل جدا ما فيه هاي القصص. هلا بيكون مسيس وعم يلم على شي دولة ثانية. ابدا، مسلسل حيادي عم يقول لك ليه؟ لا مسلسل حيادي. كله اخطاء تقنية، فنية بالكاميرا، مايكروفون، روان. مخرج الماني، مخرج الماني. هوليوود، بي ام دبليو. شي اصلي. ركب، مسلسل عربي على نتفليكس. عد عد شغل. نتفليكس. طبعا. شوف. ليك ببلش. من هون. كل أربعة وانتم بخير، بتمنى تكونوا جميعاً بألف صحة وعافية، وأهلا وسهلا فيكم على شاشة تلفزيون سوريا. اليوم معنا مسلسل المنصة أو The Platform يلي انعرض على نتفليكس. المسلسل من إنتاج المؤسسة العامة للسينما ومن إخراج نجدة أنزور. المسلسل كيف؟ ما لا ما منطق يكون في شيء غلط، أنا حضرت المسلسل متأكد من كل شيء حكيته. طيب جاي يا جماعة، كأنه في سوء تفاهم، دقيقة ومكفي الحلقة. بالفعل طلع في خطأ، أنا كنت بشبه المسلسل على مسلسل تاني. طلع المسلسل من إنتاج فيلم جيت ومن بطولة مكسيم خليل ومن تأليف هوزان عكو ومن إخراج 3 مخرجين، مجدي سميري ومنصور الظاهري ومخرج ألماني، إن شاء الله يا رب قول اسمه صح، رودريجو كيرشنر، يا رب هيك يكون اسمه. 3 مخرجين أخرجوا المسلسل يلي تألف من 12 حلقة، وجابوا فريق من هوليوود ليساعدهم ببناء الاستوديوهات يلي تم فيها تصوير المسلسل. يعني شغل عالمي، كذا مخرج، فريق من هوليوود، شغلة عظيمة. قصة المسلسل بتبلش بسنة 88، بيكون عنا عيلة، الأب سلوم حداد وآخذ دور مسلم ملتزم متشدد. من صفات المسلم المتشدد إنه لازم يكون شكله مبهدل، والمخرج بيوحي لنا إنه الزلمة عم يعطي ابنه لرئيس الجماعة مشان يتحرش فيه، وبس تضيق إخلاقه بتسلب ابنه الثاني وبيحرق له إيده. ومن هواياته المفضلة تفجير باصات الأولاد الصغار حصراً، يعني لدرجة إنه إذا قربوا عالم كبار من الباص أو حتى الشرطة يلي المفروض يكونوا أعداؤه ببطل يفجر وبينكمش وبروح على الحبس 25 سنة. بس كلمة صغيرة للفنان سلوم حداد القدير، هلأ بنعرف إنك أنت ممثل خبير، يعني خبرة في التمثيل وإنسان مثقف، بس يعني اسمح لي أقول لك هاي المعلومة الكتير صغيرة. لما تكون عم تصلي وبدك تسلم، بتسلم أول شيء على اليمين بعدين على اليسار، بعتذر مرة ثانية على الحشرية، بس يعني أنت ممثل قدير كتير لازم أقول لك هاي المعلومة، عيب لأنه المهم بيمرق الوقت لا يوم إخلاء سبيله للشرير آكل لحوم البشر. كمان مرة المخرج بيوحي لنا أنه لما طلع من الحبس راح على البيت وزت مرته من البلكون وقتله، ومنلاقي أولاده كبروا. الولد الكبير يلي كان يحرق له إيده هو مكسيم خليل يلي أخذ دور كرم، أما بالنسبة لابنه الصغير يلي كان يعطيه لرئيس الجماعة مشان يتحرش فيه هو سامر إسماعيل يلي أخذ دور آدم. وعلى سيرة أولاده، هدول هني لما كانوا صغار، واحد جنب تخته قرآن والتاني جنبه دبدوب. أكيد عرفتوا لحالكم مين المنيح ومين الشعنون، يلي جنبه قرآن بصير إرهابي ويلي جنبه دبدوب بصير بده ينقذ البشرية يلي هو كرم. نعم كرم بيسافر على أمريكا، بيعمل موقع على الإنترنت اسمه المنصة، وهدفه كشف الأخبار السرية والتبين من الحقائق المدفونة. بلا طول سيري، في عالم بصيروا بدهم يلاحقوه وبدهم ياخذوا المعلومات السرية منه، وإذ بيطلع له إنسان اسمه ناصر. نحن لأهلي شكينا إنه ناصر ملاك ليس إنسان، بس بعدين لما شفنا الأحداث عرفنا إنه هذا إنسان وممثل عم يمثل معاهم على قد ما إنه طيب وحنون ونقي. المهم بيروح معه على أبو ظبي مشان يعملوا مقر للمنصة تبعهم، لأنه هنيك أمان وبيقدروا يسربوا أخبار بكل حرية بدون أي منغصات. نعم، وبصيروا بيحققوا بموضوع اسمه التنظيم الجديد، إنه في تنظيم جديد إرهابي لازم يعرفوا مين هني وشو بدهم. هي باختصار قصة المسلسل، وطبعا في كتير تفاصيل تانية ما رايحين نحكيها نظرا لضيق الوقت، بس يعني المسلسل فنيا بصراحة كان كتير حلو، التصوير فيه رائع جدا، واضح مجهودهم يلي هن عملوه خصوصا بالديكورات يلي عملوها من الصفر وصارت تشبه الشام تقريبا. اخراجيا مش هيك نحن عم نعمل عنه حلقة اليوم. مثل لما كانوا بسنة 88 شفنا سيارات حديثة، وابدا ما كانوا معتنيين بأزياء الشعب بسنة 88، على سبيل المثال شفنا هذا الشيء طرفه أحمر
بسنة 88، وكمان شفنا واحد حامل موبايله بسنة 88 وضل واقف محله 31 سنة لنقدر نشوفه بنفس المكان بنفس الموبايل بسنة 2019. بنحب نقول له شكراً، شكراً لأنك صمت 31 سنة مشان هاللقطة المبهرة يلي شارك فيها ثلاث مخرجين واحد منهم من ألمانيا. غير الكتب يلي كانت بالمكتبة سنة 88، منهم كتاب دافنشي كود يلي انتشر بسنة 2003، وكمان كتاب داون ريفر يلي انتشر بسنة 2007، غير الواتساب يلي كان موجود بسنة 2012 يلي كانت واجهته مثل واجهة الواتساب سنة 2020. بس للصراحة كان في شيء ملفت إخراجياً، إنه نحن بباقي المسلسلات منلاقي ميكروفون طلع هيك طرفه بالغلط، طلع هيك جزء منه شيء 10 سنت بالغلط، بس من هذا المسلسل بما انه في ثلاث مخرجين واحد منهم بالمانيا من المانيا شفنا فن الصوت نفسه شايل ميكروفونه طالع بالكادر، ما في اي شيء، هيك طلعوا كلياتهم سوا بنفس اللقطه. صراحه هي سابقه من نوعها وتتسجل باسمهم. يعني نحن قد شفنا مسلسلات بحياتنا كثير، بس انه فن الصوت يطلع هو والعده تبعه بصراحه هي جقاره. الجرافيك الموجود كان فيه تلحيق كثير، وكان هذا الحكي كثير واضح. على سبيل المثال عندنا كرم يلي هو هكرجي مبرمج وعنده برامج فريدة من نوعها. لما بده يدخل على البرنامج نشوف هاي الواجهة يلي فيها نسبة الوقود، ضغط الهواء وحالة الطاقة. يعني أخي إذا اشتريته تيمبليت جاهز من الإنترنت، غيروا شوي المصطلحات يلي فيه، شوي تعذبوا، أنتوا هكرجية تفهموا بهاي الأمور. بالنسبة للنص كمان انتبهنا على شوية مشاكل فيه. يعني نحن شفنا الكاتب هوزان عكو لما كتب الهيبي وكتب كمان أسعد الوراق كان النص متماسك أكثر وحبكاته أفضل من هون بكتير. يعني مثلاً عندنا أمل هكرجية دوخت كرم وهي عم تحاول تهكر الموقع تبعه يلي ما بيتهكر أبداً، وقدرت توصل لمكان ما حدا وصل من قبل، هي كانت أول حدا، وعلى هاي على هذا الأساس هني وظفوها عندهم لأنه هي عبقرية. سؤالي هون للكاتب، شلون هكرجي خطير مثل أمل أو هكرجية خطيرة مثل أمل ما بتحط غطاء على الكاميرا تبعها؟ لك يا شيخ نحن ما عندنا هكرجية، نحن عالم عاديين، بنحط على الكاميرا بنحط على الميكروفون، في عالم بطلت تنزل تيك توك مشان هذا الموضوع، شلون هكرجية راح اخترق للكاميرا تبعها بثواني وكشف مين هي وكشفت شخصيتها وفتح الكاميرا تبعها وصار يتفرج عليها ورفقاته والأمور كانت تمام. وبعدين أخطر هكرجية بالعالم بتجيب فلاشي وبتحطها بالجهاز مشان تسرق معلومات من أأمن برنامج بالعالم. فلاشي أخطر هكرجية أأمن برنامج، بحس في شيء غلط. طب عزيزنا المخرج قوم جيب لك فلاشي، أنت والكاتب جيبها فلاشي وحطوها مثلا بالكمبيوتر تبعكم، مبدئيا حيطلع هذا الصوت والكل يلي موجودين بالغرفة حيعرفوا أنكم حطيتوا فلاشي. في شيء منطقي انه اخطر هكرجية بالعالم، يعني لازم تكون بتعرف ان الفلاشي بتطلع صوت. يا اخي اذا ما طلعت صوت شلون عم تحطها بأأمن سيستم بالعالم وبعدين تنكشف مثل ما انتم فرجيتونا وكتبتوا حضرتكم بهذا المسلسل، مثل ما احنا شفنا انه انفضحت وصار اللي صار. ما وقف ابداع الكتابي هون ابدا، بل فاجأونا مره اخرى انه امل ما غيرها بعد ما كشفوها سمحوها واعطوها فرصه ثانيه. نعم، وبيفرجونا انه هي على علاقه مع شخص خطير هو هاد، بده المعلومات الموجودة بأأمن سيستم بالعالم. المهم زيكو رفيقه لكرم بيشتغل معه، بيكتشف انه أمل على علاقة مع هذا الخطير. نعم، وبيفرجونا انه زيكو اتفق مع أمل وهذا الخطير انه يسرقوا المعلومات، وحصرا لازم تصير السرقة من هذا الجهاز يلي هو جهاز سيف. هذا سيف، وهون تبدأ الإثارة والأكشن ونحن على أعصابنا ونحن عم نتفرج إنه كيف زيكو رح يسرق المعلومات من دون ما يحس عليه سيف. وزيكو بيعمل كذا خطة منشان يقوم سيف من قدام الجهاز، من هاي الخطط الجهنمية جاب له ورق عنب منشان يروح يأكل وهو يسرق المعلومات يلي بده إياها. وبرجع بكرر نحن كنا على أعصابنا. المهم بيسرق المعلومات وبيكتشف سيف كل هاي القصة إنه زيكو كان عم يلعب بالجهاز. هون احنا وقف قلبنا انه يا لطيف لك شو يلي صار. وإز والحمد لله بتطلع امل وزيكو وكرم وناصر شريكه لكرم متفقين مع بعضهم مشان يوقعوا هذا الخطير. نعم عزيزي الكاتب، بما انه كل الشركه متفقه مع بعضها
قولوا له لسيف يعطيكم المعلومات من الكمبيوتر تبعه بدون كل هذا الاكشن والسسبنس الفاضي يلي احترقت اعصابنا ونحن قاعدين عمال نتفرج. بعيدا عن حرق الاعصاب والاكشن تبع الكاتب، المسلسل مثله مثل اي مسلسل بتنتجه المؤسسه العامه للسينما بسوريا، مثله مثل اي مسلسل بيخرجه نجت انزور. شفنا فيه انه سبب دمار البلد هن المسلمين المتشددين المسلحين، فرجونا اياهم شياطين. ذكر بالمسلسل كلمه ثوره بس اقتصرت على ثورة لبنان وثورة العراق، ما انذكرت الثورة السورية ابدا بالمسلسل، لا وجود لها. فرجونا انه الربيع العربي مسموم وربطوه بالارهاب. باختصار هذا المسلسل بيدعم هاي الروايات، منه رواية النظام بسوريا وبينصف الثورة السورية وبينصف مع نضال الشعب السوري. نحن ما انزعجنا من هذا المسلسل لانه تعودنا على هيك اعمال نصكم، بس يلي زعجنا انه هذا المسلسل كان من بطولة مكسيم خليل. خلونا هلا نطلع فاصل ومن بعد الفاصل نكفي حلقتنا. هون هذا بيطلع اخو. شايفكم؟ والله ظريف. شايفكم يا شباب؟ والله ظريف. والله الماني بخرج الماني. وين يا شباب؟ اهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل، واهلا وسهلا فيكم بفقره السينما. فيلم اليوم لمخرج جدلي كثير وكثير نقاد بيعتبروه من النوع يا انه راح تحبوا افلامه كثير وتكونوا من جمهوره الدائم وتستنوه بغض النظر من النجوم يلي موجوده بافلامه، يا اما ما راح تحبوه ابدا ابدا ابدا. اما نحكي عن فيلم الجانجو والمخرج المجنون كوانتين تارانتينو. ومثل العادي قبل ما نحكي عن الفيلم تعالوا ناخذ فكره عن سيره تارانتينو يلي انولد بامريكا بسنه 1963 وكانت طفولته مثل هذا المشهد. طفل لوحده بالبيت لازقان بالتلفزيون طول الوقت، وبعمره 15 قرر يترك المدرسه لحتى يشتغل ممثل. بس بدل ما يروح يدرس بمعهد السينما بيقول هو انه راح درس بالسينما نفسها وصار مثل المشردين مقضية من سينما لسينما من سينما لسينما، قاعد عم يستأجر أفلام من هذا المحل يلي بعدين عرض عليه إنه يشتغل معه. وبقول تارانتينو إنه هذا الشغل كان مثل الحلم، مثل يلي فاق لقى حاله بمغارة علي بابا فيها كل الأفلام تبع كل العالم من كل المخرجين. وبيقول إنه شافهم كلهم تقريبا كل الأفلام لحتى صار عنده ثقافة سينمائية رايح تفاجئ نجوم هوليوود بس يشوفوا أفلام. بقول صاحب المحل تبع تأجير الأفلام إنه لما يدخل الزبون كان يعطيهم فكرة عن اسم المخرج، اسم الفيلم، أسماء بعض النجوم، بأحسن الأحوال يعطيهم لمحة عن قصة الفيلم إذا كان مشهور. أما تارانتينو فكان بيعرف اسم الكاتب، اسم المنتج، اسم المخرج، اسم المصور، وبيعرف قصة الفيلم كلياتها وبيشرح المشاهد وبيشرح حتى كيف تصوريت. يعني الزلمة كان موسوعة. نعم، وبيسمي حاله I'm a film geek. مدمن أفلام. وبقول إنه لاحظ إنه جماعة هوليوود هن عالم ما بيوثقوا بحالهم وبدهم مين يقول لهم شو الصح وشو الخطأ ومين الشخص المناسب لحتى يعمل هذا الحكي. تارانتينو طبعا ليش My opinion is everything. All right. يعني تخيلوا واحد لسه ما صار عمره 25 سنة ومستلم مخرجين هوليوود على هيك صح وهيك غلط، فطبعا ما كان محبوب كتير بهذيك الفترة. المهم هو بعدين اكتشف انه احسن طريقه لحتى يثبت لجماعه هوليوود انه هو مانو شب صايع ضايع قاعد عم يتفزلك عليهم انه يعمل فيلم من تاليفه ومن اخراجه، كتب نص اول فيلم بحياته اسمه الحب الحقيقي. فيلم ثاني اكيد، والمفروض تكون ميزانيته تقريبا مليون دولار، قضى 3 سنين عم يحاول يجيب تمويل لهذا الفيلم وعلى تاجيل وتطنيش وبكره بنتصل فيك ما حدا اتصل. فهم انه ما رايح حدا يتصل فيه وما حدا راح يعطيه هذا المبلغ باول فيلم بحياته، لهيك قرر يكتب فيلم ما بده ميزانيه كبيره، وكتب سيناريو القتله بالفطره، ولازم تقريبا يكلف نص مليون دولار بس. بس مر سنه ونص وما حدا اعطاه المصاري، بس في حدا لمح له انه ممكن يشتري سيناريو فيلم الحب الحقيقي ب 30,000 دولار، فقرر انه يكتب فيلم تكون ميزانيه انتاجه 30,000 دولار بس. هو فيلم ريزرفيور دوغز كلاب مستودع. واحد من اصدقائه بيشتغل منتج قرأ النص وقال له لك هيك فيلم حلو حرام تنجو بس ب 30,000 دولار، اعطيني وقت والله لجيب لك مصاري. قال له يا اخي انا عم بسمع هذا الحكي صار لي 5 سنين حل عني بدي انجو ب 30,000 دولار خلاص. بس بطريقه ما
وصل هذا النص للممثل هارفي كايتل وحب الشغل وأنتجه بميزانية 1,200,000 دولار بدل 30,000 دولار. بقول الممثل هارفي إنه كنت مفكر إنه أبوه لتارانتينو أو عمه أو أخوه أو هو نفسه عضو بشيء عصابي، لأنه من هذا العمر يلي هو فيه الشاب كيف قدر يعرف كل هالكاركترات تبع رجالات العصابات اللي موجودة بالنص. ما كان مستوعب إنه تعلم كل هذا الحكي بس من وراء متابعة الأفلام. أسماء الشخصيات بالفيلم كانت بأسماء ألوان، مستر وايت، مستر أورانج، مستر بينك. بس طبعا كل هذا الحكي يعني قبل ما يجي لكاسا دي بابيل ويخترع شخصيات المدن وهي القصص. طبعا الفيلم عمل نجاح كثير كبير وفتح الباب لتارانتينو حتى يعمل واحد من اعظم افلامه، هو فيلم بولب فيكشن يلي هذا الفيلم كان من بطوله جون ترافولتا، سامويل جاكسون، اوما ثورمان، وحتى بروس ويليس وهارفي كيتل. طبعا كمان مع تارانتينو يلي حتشوفوه عم يمثل بمشهد او بمشهدين بكل افلامه، وبكل مره بيخلص دوره بطريقه مجنونه. بتخيل انه معظمنا شاف هذا الفيلم او على الاقل شايفين هذا المشهد يلي بيعتبره تارانتينو من اللحظات يلي ما بينساها بحياته. وعلى فكره لحد اليوم ما في حدا بيعرف شو في بقلب هاي الشنطه يلي شفناها بالفيلم. حتى تارانتينو ما بيعرف شو في بقلب الشنطه. بالنسبة للجمهور والنقاد صار في ميزات أو مواصفات لأفلام تارانتينو، ألوان التياب تبعت الشخصيات أو الألوان بشكل عام، وكمان هو بيخترع بعض المنتجات وبيستخدمها بالأفلام تبعته مثل ماركة الدخان يلي اسمها التفاح الأحمر، والموسيقى يلي بيعتمد فيها على دمج أغاني معروفة مثل ما عمل بفيلم جانكو، أو ممكن ببساطة ياخذ الموسيقى من فيلم تاني كاملة مثل ما عمل بفيلم كيل بيل، أخذها من فيلم ياباني ما كان كثير حابه بس الموسيقى كان كثير حاببها. من بعد كيل بيل استعملوا شركات الإنتاج نفس الموسيقى بفيلمين إنيميشن هن شريك وكونفو باندا وبرنامج كوميدي أمريكي. هلأ قصة إنه تارانتينو بيستعمل مقاطع من أفلام تاني خلت بعض العالم يقولوا إنه هو بيسرق من أفلام تاني، بس بالنسبة لتارانتينو هو قال إنه أنا ماني عم بسرق، أنا عم أعيد إحياء مشاهد شفتها وحبيتها. يعني هو الزلمة معتبر حاله عم يعمل شيء إيجابي. بس البصمة الأهم يلي ارتبطت بتارانتينو هي العنف، المبالغة بالعنف من وجهة نظر النقاد والواقعية أكثر من العالم الواقعي من وجهة نظر تارانتينو. النقاد بيشوفوا عنف مبالغ فيه بأفلامه، وهو بيشوف إنه هذا الواقع، إنه الأشرار لازم يتعاقبوا بعنف، وهذا يلي شفناه بفيلم جانجو. هالمرة الشخصية الشريرة يلي لعب دورها ديكابريو هي شريرة لدرجة إنه تارانتينو نفسه بيكرهها وبيعتبر إنه هي أبشع شخصية كتبها بحياته. ديكابريو كان يوقف التصوير كل شوي لأنه هو مانو متحمل كلام العنصري يلي عم يقوله، كل شوي يروح لعند بطل الفيلم يقول له مشان الله أنا آسف، تعرف إنه هذا الحكي مانو من قلبي، تعرف إنه أنا ماني عنصري بس يعني هيك الشغل الله خليك أنا آسف. بس الشغل مع تارانتينو كمان بيرفع حماس الممثلين الماكسيموم لدرجة إنه ديكابريو جرح إيده بمشهد ضرب هيك إيده على الطاولة بالغلط بس كف التمثيل وصار ينزف، والممثلة اللي جنبه يلي عم يمسح وجهها بالدم ما كانت متفقة معهم على هيك شيء، فكانت مظلومة ومرعوبة عن جد مو تمثيل. صفة تانية ارتبطت بالفيلم اللي هي إنه الفيلم عنصري، مع العلم إنه الفيلم بيحكي عن العنصرية وبينتقدها بشكل كتير واضح، بس في ناس اعتبرت إنه الفيلم عنصري وتحديدا الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه شاف الفيلم بال 2013 وقال عنه إنه هو أكثر فيلم عنصري شافه بحياته. نعم ترامب قال إنه الفيلم عنصري، يمكن لأنه بالفيلم فرجونا إنه واحد أخذ حقه من أصحاب البشرة البيضاء، يمكن فصار عنصري. كمان صار يوصل للشركة المنتجة رسائل واحتجاجات واعتراضات إنهم صنعوا ألعاب من شخصيات الفيلم وعرضوها للبيع بموقع أمازون، وانجبروا بعدين روحوا يسحبوا كل هاي الألعاب من السوق. بس بنرجع لموقف تارانتينو يلي بيعتبر إنه هذا العنف والعنصرية هو واقعي أكثر من العالم الواقعي، وإنه الإعلام بيعتبره عنيف. فراح الزلمة وقف قال أنا عنيف؟ طيب ليش ما بتعتبره كمان جون سنو عنيف؟ بمقابلة من التسعينات بيقول تارانتينو إنه لسه رح يعمل أعنف فيلم بالتاريخ. فيلم جانجو ربح 12 جائزة عالمية بيناتهم جائزتين بالأوسكار لأفضل نص أصلي لتارانتينو وجائزة أفضل ممثل مساعد ربحها الممثل كريستوف وولدز، مع إنه كان دوره مثل ما حكينا إنه ممثل مساعد،
والدور مثله بساعة وست دقايق وسبعة عشر ثانية. هاي أول مرة بتاريخ الأوسكار بتربح جائزة الممثل المساعد لشخصية أدت هذا الزمن الطويل بالفيلم. لهون بتكون خلصت حلقتنا، بتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا مثل العادة اكتبوا لنا بالتعليقات أسماء الأفلام والمسلسلات والبرامج يلي حابين نحكي عليها. تبقوا جميعا بألف صحة وعافية، بشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. سلامات. أعطينا كلمة السر تبعي الشنطة، يلا أعطينا كلمة السر تبع الشنطة، بدي أشوف شو في قلبها. لك افتحها. طب شو في قلبها؟ ليش بتضل ليش عم تحكي؟ يعني شو رح تستفيد؟ بدي أعرف. خذ افتحها. بدك تضل هيك مربع؟ لا. افتح لي إياها مرة ثانية، تعلم شلون بيعملوا أكشن. عيب أنت ببرنامج باسورد بس أول. أوكي سوري. آخر أهم شيء. جاي ربطني مشان يضحكوا عليك رفقاتك. ربط حالك.